السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل المتابعين بالدنيا. ومثل ما علمناكم كل يوم قصة رعب جديدة. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، ويلا نبدي بقصتنا. قصة اليوم قصة حدثت بين الحدود الكويتية السعودية، قصة غريبة جدا، قصة جن راح تخليك تحبس أنفاسك، قصة قوية ومرعبة. انت تعرف قبل لا ابدي بيها ايش راح تسوي؟ تضغط على زر اللايك، تشترك لي بالقناة، تفعل لي زر الجرس حتى توصلك الفيديوهات مالتي اول باول. واذا انت كنت داخل جديد للقناة، اول شيء احب اقول لك اهلا وسهلا بيك. واذا تريد تشوف فيديوهات اكثر اضغط على صورتي، وبعدها روح على كل الفيديوهات وطلع، راح تلقى فيديوهات اكيد راح تعجبك. يلا نبدي مباشرة، لأن أكره المقدمات الطويلة. اسمي مشاري، كنت أشتغل بسيارتي، أروح دائما من الكويت لحد السعودية وأرجع نوبات أبات 3 أيام 4 أيام، وأحيانا يومين أو يوم أو أقل، وأجي مباشرة. كنت يعني أشتغل بهاي السيارة، أجيب غراض، أودي غراض، أحيانا أنقل أشخاص بيها، لكن هاي مو شغلتي الرئيسية. لكن طولت بيها تقريبا سنة كاملة على هذا الخط، وما أخفي لكم هواي قصص عنه. دائما الناس تحكي لي، خاصة النوبات لما أقعد بالاستراحات اللي موجودة على الطريق، وألقى ناس تتكلم أنه أكو جن على هذا الطريق. وكنت دائما أسأل وأقول لهم أنتوا صار وياكم مثلا موقف ويا الجن ولا لا؟ بيهم يقول لي لا، وبيهم يحكي لي موقف يعني تقدر تقول احتمال مو جن، يعني مثلا فد شي خطف من قدامي وهاي الوقت متأخر، احتمال انت تكون نعسان كذا. المهم ما كنت اخلي ببالي، فصارت عندي علاقات بهواي اشخاص على الطريق، يعني ناس تروح وترجع من دول اللي يشتغلون بسياراتهم. القصة هاي قديمة نوعا ما، يعني كانت التليفونات هستوها نازلة ومو كل واحد عنده تليفون. المهم في يوم من الايام طلعت من الكويت، اصلا انا بيتنا كان على الحدود، يعني انا بالكويت لكن بيتي على الحدود. طلعت بذاك الوقت وظليت امشي بالسيارة، هذا الطريق كنت حافظه، لكن غالبا ما اوقف يعني بالاستراحات، او الا مثلا اخلي استراحتين كذا يلا. فاكو استراحة كانت مهجورة وتبعد عن الطريق تقريبا 300، كانت الناس توقف بيه، اللي يريد يقضي حاجته، اللي يريد يشيك على سيارته مثلا يوقف بيه شغلة 10 دقائق ربع ساعة بالزايد ويمشي، لأن هاي صاير مكانها يعني بين استراحة بعيدة واستراحة ثانية جدا بعيدة، فهو صاير بالوسط ونوبات الناس تحتاج تنزل. فاللي صار أنا جاي أمشي ووصلت هاي الاستراحة ما كنت مخليها ببالي، وعلى ضوء السيارة تقريبا الساعة 3:30 شفت فد شي على الأرض يحبي كأنه إنسان، وظليت أتقدم لغاية ما صار تقريبا بنص الشارع وهو يزحف. فاللي صار هنا لما صار الضوء عليه عرفت أنه هذا شخص وإنسان، لكن شنو اللي صاير له ما أعرف. نزلت من سيارتي أركض عليه ولقيته بنفاسه الأخيرة. الصراحة هذا الرجل أنا شايفه، صح ما عندي علاقة به، لكن شفته عدة مرات وهو أنا متأكد عنده سيارة. ناظرت حوالين المكان ما كان سيارته موجودة، وهو ظل ممدد قدامي لما نجيت يمه، يعني أول ما صرت يمه خلص الحركة مالته قطعها. ولما انقلبته لقيت الثوب مالته كله دم، وعده كدمات بوجهه وعلى إيده، والدشداشة مالته أو الثوب اللي لابسه كله كان دماي. ما أعرف اللي صاير له، يمكن طالعي له قطاع طرق. فاللي سويته أنا هنا مباشرة حطيته بالسيارة، وحتى مشواري ما كملته، مباشرة فرّيت سيارتي ورجعت، لأن الكويت كانت أقرب علي من السعودية. وظليت أمشي لغاية ما وصلت الكويت ودخلت ولقيت نقطة ثبوت، وقلت لهم إنه هذا الرجل كذا وكذا شغلته، فقالوا ننادي لك على سيارة كذا. قلت لهم لا، خلي أروح وأنقذ الرجال بأنفاسه الأخير. بذاك الوقت الثبوت قال لي تحط أوراقك هنا، قلت لهم ما أقدر أتنقل. المهم شفتهم يلحون، انطيتهم أوراق سيارتي
ودخلت. ولما دخلت أنا أصلاً القرية اللي كنت بيها قاعد يعني ما كانت بيها مستشفى، كان بيها مستوصف صغير. أخذته ورحت، وأول ما دخلت المستوصف اللي سووه هنا مباشرة الموجودين بي بدوا يعالجون بي ويعاقمون ويخيطون بالجروح، وبعدها نادوا على سيارة وإجتي. ولما إجت السيارة أخذوه للمستشفى اللي هي صايرة يعني بالعاصمة أو بنص الكويت، وبدوا يعالجون بي. وثاني يوم الصبح رحت له، لقيت الرجال حالته متحسنة، لكن الظاهر أنه هو مجنون ومو صاحي، يمكن طالعين عليه قطاع طرق، واحتمال أني متوهم ورب العالمين يخلق بالشبه 40. لأن رحت يمه وتكلمت وقلت له أنا اللي نقدتك، كان رجال شبه مجنون. والمشكلة الأكبر ما كانت وياه لا أوراق ولا ثبوتيات، وحتى تليفون ما كان موجود عنده. فبديت أتكلم وياه وأقول له يا رجل شنو اللي صاير لك، شنو اللي صار وياك، أنت كذا أنت كذا. المهم كان ما أعرف إيش فيه. فبقى 3 أيام بالمستشفى وما قصرت وياه أبد، حسيته واحد من عائلتي وواقع بهيج مشكلة. وبديت يوميا أروح عليه لغاية ما تحسنت حالته. ويوم من الأيام لما رحت عليه هو يمكن الخامس أو السادس، اتكلم وقال سيارتي وين، وتغيرت حالته وقام يتكلم عدل. أقول له أنت شنو اللي صار وياك، يقول لي جن ظهر لي، الجن هيك سوى بيه. المهم بذاك الوقت بالمستشفى ما قدرت أفهم منه زيادة، قلت له هسه أني راح أطلعك وتروح وياي للبيت، أنت ضيف عندي وسولف لي على كيفك. كملت الإجراءات وأخذته للبيت مالتي لغاية ما وصلت وأكل وخليته يدخل للحمام، وصارت وضعيته طبيعية. وقعد وبدأ يسولف لي، يقول لي أنا كنت أمشي على الخط ونزلت حتى يعني أقضي حاجتي، وردت لمكان مثل الخلوة، نزلت لحد الاستراحة المهجورة وطبقت السيارة مالتي وطفيتها، وشفت لي مكان حتى أقضي بيه حاجتي. وأنا قاعد أقضي بحاجتي إجي شخص ضربني على كتفي 3 ضربات، افتريت ما لقيت أحد، عرفت إنه المكان مسكون بالجن. لكن بذاك الوقت أني ما كنت يعني مستعد لهيج وضع، وكنت بذاك الوقت أصلا أني طلعت من البيت ونسيت كنت على جنابه، وهذا كله اللي صار وياي بسبب الجن. قلت له كمل لي، قال لي ما راح تتحمل اللي تسمعه. قلت له شنو اللي صار وياك، وترى أني ما أخاف من أي حاجة. المهم قال لي بعدها قمت أمشي، اتجهت أريد أروح للسيارة، انضرب كتفي مرة ثانية، التفتت حتى أشوف، وأول ما التفتت اجتني لكمة على وجهي وانسحبت سحبة من رجلي سريعة جدا كأنه سيارة سحبتني ودخلني لجوة قصده على استراحة. وبدأوا يضربون بي ضرب قوي ويقولون أنت جابك هنا وليش دخلت المكان، وفوقها أنه أنت تسوي فضلاتك بالمكان. فاللي صار هنا ظليت أصرخ وأصيح أريد أتكلم عدل ما أقدر، وتجيني الضربة من اليمين ومن الشمال لغاية ما فقدت الوعي. ولما فقدت الوعي صحيت ورا شوي وأنا خايف ومرعوب ومهزوز، إجيت أرد أقوم وهست ونحطيت إيدي يعني جاي أتوكى، إجا واحد وضربني على ظهر ضربة قوية قطع النفس بي وفرني مباشرة، وصار وجهي بوجهه، كان شكله غريب جدا. طبعا هو بشري لكن وجهه وملامحه كانت ملامح مال كلب. سألته وقلت له انت شلون شفته بوضوح ودنيا الليل، قال لي انا شفته بوضوح لان بذاك الوقت كانت قمرية والقمر مكتمل واشوفه طبيعي. وبعدها سحبني وظل يسحب بي لغاية ما وصلني للشارع وضربني وظل يضرب بي اكثر واكثر لغاية ما هو ركض ورجع لنفس المكان. وأنا ظليت على الشارع وتفوت مني من السيارات لكن ما تشوفني، وبعدها ظليت أنا أزحف وأحبي، ردت أصير بنص الشارع حتى تجي سيارة وتنقذني، وما أعرف منه اللي نقذني. مع العلم هو أنا اللي نقذته لكن هو ما كان يتذكر. صح أنا شفت عيونه مفتوحة بس احتمال هو كان فاقد الوعي بذاك الوقت. قلت الحمد لله على سلامتك وشغلتك سهلة، والحمد لله والشكر ما أدوك. قلت له هسه أريدك تفهمني أنت سيارتك وين بالمضبوط، قال لي يم الاستراحة عفتها هي وأوراقي وغراضي وحتى تليفون عندي،
أنت حافظ رقم أهلك؟ قال لي أنا ما حافظ رقمهم مع الأسف، يعني ما حافظ أي رقم غير بس رقم تليفون. المهم قلت له أنت اليوم بات يمي، وأنا باكر من الصبح راح أطلع، ولما أطلع راح أخذك وياي. الرجال كيف ونام. كنت منيمة بذاك الوقت بمكان وحده، فهو نايم وغفيان سمعت يتكلم ولا يصيح. رحت عليه حتى أتأكد، لقيته يصرخ ويصيح وقاعد بالزاوية مال الغرفة ويقول له لا تضربني وأقسم عليك بالله أنا ما مسوي لك أي حاجة. لما شغلت الضوء لقيت وجهه أصفر وخايف ومرعوب وبدأ يتعب أكثر وأكثر. انقهرت عليه جدا، والرجال بعده جروحه ما يابس عدل وحتى دم طالع من عده. قلت له أنت شنو اللي جاي يصير وياك؟ قال الجن لحقني لهنا. طبعا أنا من قال لي هاي الكلمة بذاك الوقت الصراحة صارت عندي قشعريرة، يعني هسه هو جاب الجن وحطهم ببيتي، وعرفت انه اني وقعت بخطأ وخطر. فاللي صار هنا مباشرة اخذت الشخص يقرأ بالقرآن بقريتي بالليل مباشرة، وبدأ يقرأ علي قرآن، والرجل قال هذا عنده جن قوي جدا وما راح يطلع واني ما اقدر عليه. زين انا بهاي الحالة ايش راح اسوي؟ اودي لأهله ولا اقول له انت روح منا؟ المهم قلت اكمل جميلي وثاني يوم من الصبح اخذه، واصلا ما ظل شيء، هي كلها ساعات عديده ويبدا النهار يطلع مباشره اني اخذه واروح. واول ما طلع علي النهار صعدت بالسياره، كانت حالته طبيعيه جدا. قلت له اسمعني انا راح اوصلك على الشارع لحد الاستراحه، وانت تنزل تاخذ سيارتك وتروح، شنو رايك؟ قال تمام. اخذت الرجال ورحت، ويوم اللي رحت ووصلت الاستراحة لقيت السيارة ما تتمينه من بعيد. الشكر مني وطلب مني طلب أخير، قال لي بس انزل وياي أخذ سيارتي واطلع. مع العلم كانت يعني فترة عصرية تقريبا ظهرية هيك شي. نزلت وياه قلت خطية ونهار وماكو أي حاجة، وناظرت على الاستراحة ما كان بيها أي حاجة، وأخذت رقم تليفونه وصعد بسيارته وبدينا أنا وياه نمشي على الخط. ساعة هو يطلعني وساعة أني أطلعه، وظل يمشي لغاية ما دخلنا اثنيناتنا للسعودية، وهناك هو راح بطريق وأنا رحت بطريق. كملت شغلتي وتأخر الوقت وقلت ما أطلع، وثاني يوم الصبح على أساس أطلع مباشرة إجاني تليفون من البيت ضروري على الساعة تقريبا 7، والدي قال لي لازم تجي هسه، صارت مشكلة كبيرة ويا عمامك ولازم تكون انت حاضر. اهلي متعودين علي انه انا لما اطلع بذاك الوقت يعني عادي ومعتمدين علي، وكنت بذاك الوقت عمري تقريبا يعني بال 22 سنة. صعدت سيارتي شيكت كل شي بيها وتوكلت على رب العالمين وطلعت. ويوم اللي قربت شوية على هاي الاستراحة المهجورة اجى ببالي هذا الجن، وبديت امشي والسيارة قامت تخربط عندي، وهنا طفت السيارة مقابيل الاستراحة. قلت ما معقولة تطفى، ولا هاي يمكن صدفة، شنو هذا اللي صار وياي ما اعرف. نزلت على السيارة حتى اتأكد، ولقيت السيارة ما بيها شي لكن ما تدير، فقط ما كنت اعرف هلقد بالسيارات، حاولت اشغلها وما قدرت. رجعت قلت خلي اقعد بيها وهسه اكيد تجي سيارة، وإذا جت السيارة أنا ما أبقى بالمكان دقائق. قعدت بالسيارة وأنتظر وأنتظر، أريد سيارة تفوت من يمي، ما فاتت لحد ما أنا غمضن عيوني. ويوم اللي غمضن صحيت على صوت دق على الزجاجة الخلفية، التفتت بذعور وخوف وما لقيت أي أحد. والأغرب بالأمر لما شعلت الضوء مال الداخل، هنا كانت الكارثة. الجامة الأمامية عليها أقدام وبيهن طين، والأقدام كان مال حيوان يعني مال ماعز هيك شي. وهستوني مديت إيدي أريد أفتح الباب وأنزل أشوف شنو اللي موجود، سمعت صوت بالسقف مال السيارة، والصوت قوي جدا كأنه حاجة صلبة لكن شخص جاي يمشي. المهم قويت نفسي شوية وشجعت وفتحت الباب، ويوم اللي فتحت الباب وهستوني أريد أنزل ناظرت لقيت واحد قاعد فوق سيارتي ومتربع ومبتسم بوجهي.
سديت السيارة مالتي مباشرة وبديت أدير عليها أريد أشغلها، ورجع الدق على الزجاجة الخلفية وصار يضرب بإيده ما أعرف بشنو على السيارة من فوق، وضرب شديد وقوي، وأنا هنا ارتبكت وقمت ما أعرف إيش أسوي وتلخبطت كل وضعيتي. الضوء اللي موجود بالسيارة بالداخل قام يرمش يطفي ويشتغل من وراء الضرب مالته، ولا هو أثر عليه ما أعرف. المهم قررت إنه أنا أنزل من السيارة وأركض، لأن مستحيل راح أضل قاعد بيها وهو موجود فوقاي. فتحت الباب مال السيارة وركضت بالشارع مثل الشخص المجنون وما التفتت وراي. بعدت شوية عن السيارة مالتي والتفتت وراي لقيته بعده هو موجود. المهم قررت أني أستمر أركض على الخط، وكان هذا اختيار سيء جدا لأن ماكو سيارات وما انتبهت حتى على الوقت. النوباني لما نزلت من السيارة نسيت كل أوراقي وحتى تليفوني موجود بالسيارة. استمريت بالركض وعثرت وقعت، لكن لما عثرت كانت العثرة مالتي مو عفوية، العثرة مالتي كانت بفعلة فاعل. ويوم اللي عثرت وسقطت على الأرض انسحبت سحبة مو طبيعية على الشارع الاسفلت. رجعني يم السيارة، أول ما رجعت دخلت مباشرة بالسيارة وسديت الباب علي وقمت أقرأ آيات من القرآن وبتقطع، لأن ما أقدر أنطق عدل من الشيء اللي حصل وياي. المهم قمت أسوي يا رب نجيني، يا رب طلعني من محنتي، يا رب يا رب. وأنا مستمر بدعائي لمحت الضوء جاي من بعيد وفرحت جدا، والضوء كان مال سيارة جاية من الخلف، وأكيد إن هو راح يساعدني لأن كنت أشوف أضويتها بالجانب تشتعل وتطفى يعني مخفف سرعته. وقريب ما وصل يمي وهستوى حط رجله يريد ينزل، مباشرة شغل سيارته وفات من يمي يمشي بكل سرعته، وما أعرف هذا الرجال شنو اللي صار له. لما فات من يمي ويمشي بسرعة فتحت الباب لأن هو هذا أملي الوحيد، رتة بس يوقف إليه حتى أصعد وياه. وأول ما التفتت لقيت هذا متربع فوق السيارة ويقول لي ما راح أخليك تروح منها إلا أخليك تروح جنازة البيتكم. فمباشرة شجعت وقلت له هو آني شنو اللي سويته إلك؟ تراني ما مسوي لك أي حاجة. قال لا سويت لي هواي، أذيتني تخليه يقرأ علي قرآن، ما أعرف شنو. هنا ربطت الأحداث مباشرة، هذا الجن نفسه احتمال طلع من الرجل ورجع لهذا المكان. المهم ظليت واقف مكاني وتعوذ مرة ومرتين وهو يحذرني ويقول لي احذر راح أسوي بك كذا، احذر ما أعرف شنو. المهم من ظليت أتعوذ وبديت شوية أقرب القرآن اختفى من فوق السيارة. رحت مباشرة السيارة حاولت أشغلها والحمد لله والشكر اشتغلت، ويوم اللي اشتغلت طرت من الفرح. وبنفس الوقت كفخة واحدة على السكليتر مالها أو الدعاسة أو الدوسة مال البنزين ما وقفت نهائيا، لا باستراحة ولا لأي شيء. قلت إلا تعطل السيارة يلا أوقف. وصلت أهلي، كانت وضعيتي طبيعية جدا لكن شوية مرتبك وخايف. سألني الوالد والبيت اللي موجودين بي عن البقية، سألوني قلت لهم ما بي أي شيء. المهم والدي لما انطلع دخل لي جوا علي، كان يقول لي أنت مسوي حادث بالسيارة. المهم وأنا هنا مباشرة يعني مثل اللي كنت فطن ونبه، قلت له إيه انضربت السيارة مالتي لكن أنا سيارتي ما انضربت. المهم قال ضربة قوية الجامة اللي ورا متكسرة، أنت شنو اللي صار وياك؟ شلون تقول ما صار؟ قلت له ما ردت أقلقكم. المهم طلعت للسيارة ولقيت السيارة مالتي مضروبة بشي من الوسط كأنه فتشي معدني وكبير، وبنفس الوقت الجامع أو القزازة اللي ورا مكسرة. فهنا أنا قلت احتمال يعني أنا بالطريق ما انتبهت، ما حسبت حساب أنه هو تبعني من هناك لهنا. وظلت الأحداث تصير عندي بالبيت، أحيانا أشياء تروح. الحمد لله والشكر كانوا يعني أهلي دائما يشغلون قرآن بالبيت لغاية ما يوم من الأيام أجي علي والدي بالليل وأنا نايم، قال لي امشي وديني بمشوار. كانت الساعة بالدعش وهذا الوقت احنا نكون نايمين بي. استغربت من والدي وقلت له انت وين رايح؟ قال لي رايح البيت عمك. بيت عمي كانوا قريبين علينا يعني تقدر تروح مشي وتقدر تروح بالسيارة، فقلت احتمال هو ما يريد يتمشى. قلت له يلا، طلعت لي برا
شغلت سيارتي وهو قعد بصفي. وأول ما اشتغلت السيارة أنا متعود دائما يعني ما أحركها مباشرة، أخليها شوية تشتغل يلا أمشي. هو كل ساعة يقول لي يلا أطلع يلا مستعجل وديني البيت عمك. وهنا أنا انفتحت الباب وصح علي والدي وقال لي أنت وين رايح وهذا القاعد يمك منه؟ التفتت عليه لقيت وجهه مو طبيعي، ملامحه مال كلب انسان، وشويه يعني وجهه مثل اللي بي بوز، وانيابه كبار وعيونه كان لونه احمر ودموي. قال لي اطلع ما راح اعوفك. وهو قال لي هيجي انا صرخ الصرخه عاليه وهستنر دنزل بالسياره وضربني على ظهري ونزلت ازحف زحف وهو اختفى مباشره. والدي مباشره اجى علي يركض وقال ايش بيك وهاي من اللي ضربك؟ وظهري كان كله دم، ضاربني باظافره او بمخالبه، شق الثوب ماتي وتقريبا من رقبتي الاسفل ظهري 4 اصابع مجروره وكانت قويه جدا الضربه اللي ضربني اياها. اخذوني بذاك الوقت للمستوصف اللي يمنه وهنا انا بديت اراجع بشيخ اللي موجود بمنطقتنا حتى يبعد عني هذا الجن. والحمد لله والشكر قدرت اتخلص منه بعد 15 يوم. كان خارج الجسد ويروح ويجي يعني شو وقت ما يريد يسلى يجي علي حتى وانا نايم. احيانا واحد يضربني، احيانا يعني واحد يصيح باذان صوت عالي واقعد مفزوع، لكن بعدين قدرت اتخلص منه. هاي قصتي اليوم، حثت على الحدود الكويتية السعودية. اتمنى تعجبكم. اذا انت ما مشترك اشترك بالقناة، فعل زر الجرس، اضغط على زر اللايك، وانتظرني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.